أصوات الرفض الرسمية تتعالى في مواجهة السلوك الخطير للإمارات في جنوب اليمن. وزيراء الداخلية والنقل في الحكومة الشرعية يوجهان انتقادات جديدة لما يسمى تحالف دعم الشرعية على خلفية التعطيل المتعمد لدور السلطة الشرعية ونفوذها في المناطق المحررة. نحن نعتقد أننا ما زلنا دولة، قد نكون دولة ضعيفة صحيح، لكننا دولة، وبالتالي يجب أن يرام بهذه بمؤسسات الدولة الشرعية إدارة كل المناطق المحررة. أقوى هذه الانتقادات صدرت عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي اتهم التحالف بتعمد إضعاف السلطة الشرعية ووقف الزحف العسكري في وقت كانت تنتظر فيه الشرعية من هذا التحالف مساعدتها في الزحف على الحوثيين شمالاً وليس الزحف شرقاً والتدخل في إدارة المناطق المحررة. الدولة اليمنية لم تمت بعد، وهناك رجال دولة لديهم الجرأة لأن يقولوا لهذا التحالف إن السير معوج ولا بد أن يستقيم الحال. هذا ما أكده الوزير الميسري في معرض انتقاداته العنيفة لممارسات التحالف في ضوء ما يراه المراقبون تطورات سلبية تشهدها جبهات رئيسية في محافظات الضالع والبيضاء وغيرها من المحافظات، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات دعم فصائل عسكرية انفصالية فيما تعزز السعودية انتشارها العسكري في شرق البلاد. وثمة مخطط لتفكيك الدولة اليمنية يمضي قدماً بدعم إماراتي واضح من صنعاء إلى عدن، هو الذي دفع باتجاه هذا التصعيد كما يرى المراقبون. وقد ألمح إليه الوزير الميسري حينما أكد في خطابه الشهير بعدن السبت الماضي أن الأيادي المرتجفة لا تعمل مسودة استقلال الدول، ليلحقه بتأكيد مماثل بأن أبناء الجنوب هم من سيقررون بالصناديق الحرة في ظروف طبيعية ماذا يريدون؟ وزير النقل صالح الجبواني أماط اللثام عن جانب آخر من الممارسات الخطيرة للتحالف بحق اليمنيين، حينما أوضح أن وزارته تطالب التحالف منذ أسابيع بالتصريح لطيران الخطوط اليمنية لتسيير رحلات إضافية لنقل المواطنين اليمنيين من الهند إلى بلادهم مع بداية الشهر الفضيل، لكن التحالف لم يستجب لهذه المطالب، فيما تذهب التصاريح للمنظمات الدولية التي تقوم بتسيير 5 رحلات يومياً. الوزير ذاته قطع الشك باليقين بشأن عودة الرئيس هادي إلى عدن، عندما أكد في لقاء له أجرته معه قناة BBC أن مدينة عدن غير مهيئة أمنياً لاستقبال الرئيس حتى الآن. تصريحات كاشفة عن مأزق العلاقة الملتبسة بين التحالف السعودي الإماراتي من جهة وبين الحكومة الشرعية من جهة أخرى، وأخطر ما تنبئ به هذه التصريحات أن اليمن بات مهدداً من هذا التحالف الذي جاء أصلاً لحمايته.